أركان الصلاة. الركن كاني نش. القيام مع القدرة. هستان ببيت وأنا. لابد أن يقوم في الفريضة. بيويست لكان نش فرز كان هلست. ويسقط القيام عن العاجز. وكسيك أجر نتواني أو الركنين لسر نامني. أما صلاة النافلة يصح أن يصلي جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم. بلام لكاتي نيجي سنته. هوا درست بدانشتنا ونيوشبكا بلام نيوي أجري كسي ببيوة وردقريت. ثم تكبيرة الإحرام. أم جارة الله أكبري إحرام. نعم هي قول الله أكبر. بلى أويش بريتيا لو تني الله أكبر. وقراءة الفاتحة. وخين دنوي سورة فاتحة. لابد أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة. بيويست لهمو ركعتك سورة فاتحة بخيني. في الصلاة السرية والجهرية. لن يجاس نهينيو أشكرا كاندا. لا تسقط الفاتحة بحال من الأحوال. بهيج شويك سورة فاتحة لا سرهيج كسيك ناكري. إلا في حالة واحدة. إلا ليك حالة دانبين. أن يدرك الإمام راكعا فيكبر تكبيرة الإحرام ويدخل معه في الركوع وتحسب له الركعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أو كات النبي كبقات إمام دا وإمامش لا ركوع دايا أولا سرق سيبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم أو ركعتي بودش مردريت. ثم الركوع. أم جار كرنوش بردن والرفع من الركوع وهستانوا لكرنوش بردن السجود على الأعضاء السبعة أم جار سجدة بردن لسر حوضا دامك الرفع من السجود هستانوا لسجدة الجلسة بين السجدتين دانشتن لن يوان هردو السجدة كده الطمأنينة لابد أن يطمئن لا ينقر الصلاة نقرا بسرعة دلني أيو آرامي لن يجكاني ده واتا دنوك ندا لعرزك وكو دنوك داني لابد أن يرتب بين الأركان وبيويست الركن كان لدوايا كتريبا ولابد أن يقرأ التشهد الأخير وبيويست تحياتي أخير بخيني ولابد أن يقرأ التشهد الأخير وهو جالس وتحياتي أخير وتشهدي أخير بخيني لكاتك أو دانشتوا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية بصلاة إبراهيمي صلوات بداية الزر بيغمري خوان صلى الله عليه وسلم والتسليمتان وهردو تسليمتان